السلام عليكم، هل يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة؟ إيه ده، هم أهل النار لهم نصيب في الجنة؟ أيوة طبعا لهم نصيب، وأهل الجنة هم كمان لهم نصيب في النار. إزاي؟ لأن الله جعل لكل واحد من بني آدم منزلين، منزلا في الجنة ومنزلا في النار. فمن كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك وأصبح من أهل النار هيدخلوا النار، هيلاقوا أماكن محجوزة لأهل الجنة هيرسوها الكفار، والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرسون منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنة. قال الله تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، فهم يرثون نصيب الكفار في الجنان. سبحان الله، الكلام كتير عن أهل الجنة وأهل النار. لو حابين نعمل سلسلة ونتكلم فيها عن علامات الساعة وأهل الجنة وأهل النار اكتبوا لي تحت في التعليقات. وبشكركم جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.